طيب انا تقريبا لان نحيت كثير من قلت لكم السلايدز اللي فيها الجانب العلمي للبحث عن الخلايا الشمسيه، التحديات من اين نبدا؟ طيب اول حاجه قلت العقول اهم من الحقول، يعني لازم نحدد الاولويات ونكون نحددها بصفه دقيقه جدا وواضحه بكل ما يتبعها. لما نحدد الاولويات مش كلام، يعني اذا قلنا ان العقول اهم من الحقول يتبع عواقب، يتبع دي ديسيزيون اكومبانيون لشو هذا. انا نذكر لنا مانيش من الناس اللي معجبين كثير ببوتو، لكن كلام جميل قالوا بعد 65 لما خرج من باكستان، خرجت من الحرب، قال سنطور القنبله النوويه ولو اكلنا العشب. يعني ايش معناه؟ انا نذكر هالكلام هذا لان يعني من لما تكون الحاجه لابد يكون العزم على ان نسد الحاجه هذه، فمهما كلف اذا كان قضيه مصير وقضيه يعني مستقبل فلابد ان ناخذ القرار صحيح. واحنا كنا نعتقد كل الناس مجمعه اليوم الثروه الحقيقيه لكل الدول لكل المجتمعات هي عقول الناس، ماوش الحقول. الحقول تزول، وفي دول كثيره ما عندهاش حقول، شوفوا كوريا حتى الحجارة والرمل يجيبوه من الخارج. فشوفوا كوريا وش تنتج، اليابان نفس الشيء. فالعقول أهم من الحقول، وإحنا في عهد الاقتصاد المعرفي، وين جوجل كاش ما عندها بنايات كبيرة وأسيتس يوبر، يعني وش رسمها البلايين لكن وش من أسيت عندها. أوكي، في تحول كبير جداً، واحنا عايشين في عصر وين قلنا التطورات اسيه سي ان ديفلوبمون اكسبونونسييل تقريبا في جميع المجالات. كان الاخ محمد يتكلم لنا على 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 بعد خمس سنوات في 2025 كيف السياره الكهربائيه كيفاش راح تكون تاخذ الحريه المطلقه في القياده. يعني المستقبل، من قبل كنا نشوف المستقبل على 50 سنه او قرن، الآن المستقبل اللي نتكلموا عليه اللي يبدو خيالي هو معظمنا راح يعيشه، لأنه قريب جدا. لأن طبيعة الناس اللي داروا رياضيات عارفوا أن الإكسبونونشال فانكشن تبدأ في الأول بطيئة بطيئة بطيئة، ومن بعد لما تبدأ تطلع على ذات الإكسبونونشال فانكشن تشوفها تبدأ تزايد بسرعة مذهلة. فكل في مجالات كثيرة اللي فيها تشهد تطور أسي. وإذا قلنا إذن العقول أهم من الحقول، يتبعها أن الأستاذ والمدرسة والجامعة أولاً. We have to decide. ومعناها كذلك موش بالكلام. يعني وش هو الأستاذ وكيف نختار الأستاذ وش هي الوسائل اللي يحتاج الأستاذ وكيف شنكم الأستاذ ومن هو اللي يصلح يكون أستاذ. ما كل واحد يصلح للأستاذية، يكون أستاذ في الجامعة ولا أستاذ في المدرسة. أوكي؟ فبالتالي لابد نعتني بالمدرسة بالثانوية. أنا وضعت لنا المدرسة تاعي اللي درست فيها في ميلا وثانية صحيح المكي في قسنطينة والجامعة قسنطينة. فلابد أن نعتني بالمنظومة التربوية إجمالا والبحث العلمي خصوصا.